عشان منطقتنا مع السلام، يعني الحق وضعنا مع السلام، هم يقولون لنا مع السلام، ولكن تعال تفرج علينا مع السلام. من وين تريد ابلش؟ انا موجود حاليا بثمانية، تعال تفرج على السجون، تفرج العالم ثلاث ارباع عن السجن، واكثر العالم حتى دعاويها يعني كلها فاضيه. هذا اللي جاي من حلب مثلا تنقول، وقاعد وصلوا نهاري نزلنا عشان يدرس او كذا لاخره. والله انت كنت شبيح مع النظام، انت كنت مدري شنو، تشوف ثاني نهار انعفط صار بالسجن، عرفت علي شلون؟ فوضع المعيشة زفت العالم هيك، لو هو حتى احكي لك اياه من الاخير، يعني وضع العالم زفت، العالم يلاقي حق الخبز، يعني الحد يقول لك يعني كثير سرقات وما سرقات وخطف وتشليح، يعني العالم قتلها الجوع يعني. يا اخوي يعني شيء مبين واضح، منو هذا اللي هو سيطر الحد؟ منو اللي هو نفوذ؟ يقدر يصرف ويقدر يسوي كل شيء، اللي عنده سلاح يقدر يسوي كل شيء، بس الفقير المندوف شنو يطلع سكينة؟ أكيد ما راح يطلع سكينة، فهذا الوضع حاليا يعني، فلله المشتكى. وبالنسبة لإنسان الأراضي الزراعية، اليوم تاخذون تنقول الحوطة الكذا، هاي كلها إجباري، عرفت علي شلون؟ يعني بدك تبيع وياها إجباري، ما هو بكيفك إنك تعطي إلا ما تعطي. خلص هو يحدد وياخذ، ما ابي تقول له ما ابي ما اعطي او كذا، فورا لبسك تمه وشالك حطك جوه، صار علينا مثل النظام اخوي، تعمل لك اياه من الاخير، يعني احنا خلصنا من بشار جانا غير بشار، من الاخير تفهم علي مضبوط، صادروا اراضي ولحد الان مصادر اراضي، هذا كليات انا اقول لك ليش؟ لان العالم ما تفعل تعطي المورود اللي قام يجي ما بعينه ترى، تعذيب موجود التعذيب، العالم تعال تاكل شكله وتفرج. وعلى شيء فاضي يتسلون بيهم تسلاهم، عرفت علي شلون؟ يتسلون بالعالم تسلاهم، عالم جوعان يا اخوي.